ثلاث مباريات على ملعبنا، برغم ان احنا ما كسبناش فيهم وتعادلنا فيهم 0-0، ولكن ادائنا كان فيهم ممتاز. الزمالك تعادلنا فيه 0-0، كان ادائنا كويس جدا. صح. الاتحاد السكندري صح كان وقته قريب تعادلنا فيه 0-0، وكنا برضه مستحوذين 90 دقيقه وكنا افضل من الاتحاد. النهارده مع فيوتشر فريق كبير وبنقدم المستوى ده، فده بيدل على شخصيه الكابتن شوقي وشخصيه الجهاز واللي بينها اللعيبه اللي بتنافس في الملعب. صحيح. انا ما فيش حرج ان انا اقول ان كابتن شوقي، لا كابتن شوقي مدرب كبير، وده يعني من خلال طبعا يعني خبراته بقى وتاريخه مع المنتخبات وتاريخه مع الانديه. بالعكس صح. يعني انت كده مستني محمود ابو سعود تشوفه في منتخب مصر. انت كنت قلت دي نقطه يعني حضرتك اتكلمت فيها دلوقتي وانا سامعك. يعني اتمنى احنا يعني انا بقول الكلام ده يعني في النهايه طبعا هي اختيارات زي ما حضرتك قلت كده، المدير الفني المنتخب صح. اول صح، واحنا هنبقى داعمين له ايا كان الاختيار. لا وبيبقى ليه اعتبارات كثيره يعني، عشان برضو لو لا قدر الله يعني محمود ما يزعلش محمود ابو السعود، فممكن يكون المدرب عنده اعتبارات لها علاقه مثلا بحراس خبره وحراس شباب، ممكن يبقى ليه اعتباراته الخاصه يعني. بص يا كابتن كريم، احنا دايما انا كنت بدعم يعني لما كان بيبقى في اختيارات دايما في اثنين صغيرين كانوا بيبقوا متواجدين دايما مع في اثنين كبار واثنين صغار، كان موجود الشناوي وكان بيبقى موجود معاه احمد او محمد بسام او هاني سليمان، وكان معاهم اثنين صغيرين، كان محمود جاد وكان محمد صبحي. محمد صبحي دلوقتي ما بيلعبش يعني تقريبا ما لعبش غير السنه دي غير مباراتين. صحيح. ففرصته انه يبقى متواجد في المنتخب الاول بتبقى صعبه جدا. محمود جاد برضه غير اداؤه السنه دي غير اداؤه تماما مع انبي السنه اللي فاتت. مظبوط. فلما نيجي نبص على الحراس المرمى في مصر دلوقتي اما نلاقي يعني طبعا في حارس مرمى هيروح بحكم انه راجل يعني حارس مرمى دولي وحارس مرمى كبير ويعني موبايل بقى له 5-6 سنين بيلعب اساسي منتخب مصر، محمد الشناوي حارس صح كبير. صح. لما تيجي بقى تبص على الخريطه كده في مصر واحد ابو سعود لازم يبقى واحد من ضمن حراس المرمى المتواجدين في المنتخب. صحيح. بادائه خد بالك ابو سعود ما كان موجود في 2010. انا كنت لسه هقول لك والله انه برضه عشان الناس ما تنساش ان محمود ابو سعود كان في قائمه منتخب مصر الفائز بكاس الامم الافريقيه 2010. صحيح. يعني قصدي اقول لك انه يعني برضه عنده خبرات طبعا، انه متواجد مع المنتخب مصر قبل كده، كان متواجد مع منتخب مصر قبل كده. فانا بقول بالاداء اللي بيقدمه محمود ابو سعود ده لازم يبقى يعني في النهايه طبعا الحريه طبعا للجهاز الفني المنتخب. انت بتقول لازم بصيغه فنيه يعني ان هو فنيا ماشي بشكل كويس. يعني لكن زي ما قلت تاني وبكرر ان فيتوريا له اعتباراته وهو حر فيها طبعا. هو حر طبعا، بس انا اقول لك بالاداء اللي بتادى فيه زي ما اقول لك انا ما بحللش ابو سعود في اثنين في مباراتين ولا في ثلاثه ولا لا، انا بحلل في 20 مباراه في الدوري. عنده ثبات في المستوى طبعا يعني الامانه يعني. صحيح. كابتن اتمنى ابو سعود يبقى ضمن قائمه المنتخب الفتره اللي جايه. وعلى فكره اللعيبه كتير عندنا في الفريق بتادي بشكل كويس قوي، بتعمل اداء كويس. والنهارده يعني زعلانين طبعا ان احنا ما كسبناش، كنا عايزين ندخل مركزنا اللي احنا بقالنا فتره متواجدين فيه الرابع الذهبي. المركز الرابع. انما الفرق مش كبير. صحيح. يعني احنا متساويين مع نادي الزمالك 32-32، فرق بيننا وبين الاتحاد بونت واحد بس، والاتحاد لعب مباراه زياده. احنا عندنا مباراه مؤجله. فان شاء الله باذن الله يعني كابتن شوقي النهارده بعد المباراه نزل اوضه اللبس عند المباراه وهنا اللعيبه على الاداء وقال لهم احنا ان شاء الله باذن الله هنكسب المباراه اللي متاجله لنا عشان نخش في المربع الذهبي. يعني بص يعني احنا بنفكر المباراه اللي متاجله لكم مع مين؟ احنا المباراه عندنا مع النادي الاهلي. فهو دي اللي الكابتن شوقي بيقول عليها انه عايز يكسبها. طبعا بص هو فكره المباراه مع مين مش احنا عندنا بنلعب عشان نكسب زي ما قلت لك. طبعا يطلع النادي الاهلي يطلع النادي الزمالك، احنا في النهايه عايزين نوصل كابتن شوقي عايز يوصل للعيبه يعني ايه عن طموح المكسب دايما موجود عندك، دايما موجود عندك ان انت يعني الفرقه اتنقلت السنه دي نقله ثانيه خالص. صحيح. من السنه اللي فاتت او السنه اللي قبلها او الاربع بقى له اكتر من كام سنه. يعني السنه دي احنا جايبين 32 بولت، 32 يا كابتن كريم السنه اللي فاتت جم في نهايه الدوري. صحيح. عشان كده بقول طموح المكسب ده لازم يبقى موجود عند اللعيبه. مظبوط. وده اللي الحمد لله عامله كابتن شوقي بشكل كويس جدا مع طبعا اكيد باقي افراد الجهاز طبعا. بالتاكيد. كابتن كمال كان مدرب عام، وكابتن طلعت محرم، وكابتن جده، وكابتن كمال عبد الواحد. طبعا. وبقيه الجهاز بالكامل يعني. طبعا. كابتن الكبير طبعا اتفضل. طبعا دايما يا كابتن كريم لما بنتكلم لازم نتكلم على الاداره المحترمه، اداره المول العرب للمهندس محسن صلاح والمهندس محمد عادل. صحيح صحيح. كابتن الكبير كابتن طارق سليمان مدرب حراس مرمى الكره العرب، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله.